حاجين جوزيف. حاجين جوزيف نحن جينا مشان طلعت من هون. خاطر لبس الملايير وعمر الحار استنى برا. ايه يلا يلا خاتم جوزيف. خاتم جوزيف انا خاطر. خاطر بسم الله عليك يا خاتي. خاتي بسرعه بسرعه بسم الله وانا رح ادير وشي. ما معنا وقت. بسرعه خاتي. بسرعة خاتم جوزيف الله يوفقك. بسرعة فارس. لا يا ابو شوكت ولا يهمك وحياة عينك. انا ما شفت ولا سمعت ولا بنفتح امي بكلمه. بري عليك طمني هلا. ايه شلون لقيت اللي الخلطه؟ والله بدك الصراحه يا ابو شوكت لسه لهلا ما ايه والله. يا عم شو هالقصه؟ ايه ما تركت لك شيء ما حطيت لك فيها؟ اخي انا رح اعمل لك خلطه سريه على كيف كيفك. ومجربة؟ لك مجربة ومفعولة على الأكيد. لك عراسي انت يا ابو شوكاب. لك عراسي انت. بس الله يرضى عليك لا تحكي قدام أهل الحارة وتعملنا شغيصة. أعوذ بالله سرك بيبي. شو اتفقنا؟ تأخروا الشباب ما تأخروا. شو القصة يا جماعة؟ لهلا ما بين حدا. بسيطة بسيطة بيسألوا. الله يرجعهم بالسلامة. قلبي قلقان عليهم كثير. الغايب عذره معهم يا أبو بشير. طول بالك وصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يجزيهم ويسلمهم يا رب. وصلوا الشباب. الله الله حي الرجال. الأمانة وصلت. تفضلوا يا بضايات تفضلوا. لا معلش يا عمي الرجال لازم ترجع الغوطة. مكتورين الخير يا رجال. انتوا تكسروا. يلا يا رجال الحقوني نوصل على البيت. شرفوا يا رجال. الله يقويكم يا رجال. يا يا رجال العقادي طلبت أهله. وما اعتز أهله. عقادة حارة الضبع وانت هلا صرت عقيدة. حيو من قال حيينا. حيو من قال حيينا. حارة الضبع هي اللي بتختار عقاداتها وانت عقيدة. هاي الحارة أماني برأتك ليوم الدين. يا مزعي
قدرتوا تخلصوها لعم جوزيه؟ ايه اموي، وشو هلا ببيت ابو بشير؟ يا حبشوم عليكم يا حبشوم، وليه ما جبت امي لهون لعندي على البيت؟ يا ابو بشير حلف ميت يمين وعظيم الا ياخذها لعند منه، وشو اخذها؟ يا انا بدبرك يا ام زكي، انا بدبرك، بتعرف كل القصه وما جابت لي سيره، والله لا ورجيها. يا مو نحن ما حبينا نحكي بالموضوع لانه الحرمه صارت امانه برقبتنا. وانت قلت يا مو هي ام جوزيف هي بدكن تديروا بالكن عليها منيح، هي اخت رجال يا مو وما بتستاهل منكن الا كل الخير. امي انه زمان الاكل جاهز. يلا خيريه يلا جايين بنتي جايين. شبه البنت ليش هيك عم تحكي بنتورة؟ لا تقبرني لا ما عم تتنتور، بس انت يا امي الله يرضى عليك لك دير بالك عليها شوي. شو اعمل لها يعني يا مو؟ لك امي المره بتحب الكلمه الحلوه، اللمسه الناعمه الحنونه بتصير مثل المسبحه بين اصابعك، وانت هيك واقف تجني دشتك العافيه مع خيريه. والله انا هيك الله خلقني يا مو، واذا ما عجبها تصطفل. شو بون إلون ساعة عم يوتوتوا مع بعضهم؟ لا تكون مرت عمي عم تحكي له عني. يبعت لك عمي يا خيرية، ضروري تحكي له وتفضفضي له اللي بقلبك. بركدن هلا زعل مني ابن عمي لأني حكيت له. بسم الله الرحمن الرحيم. مأمون بيك. ايه مأمون بيك، شلونك يا فارس؟ والله الحمد لله، اهلين وسهلين مأمون بيك. شو وين كاين النواحي؟ والله هيك كنت عم اعمل جوله بالحاره، بتعرف مشان امان الاهالي النايمه. الله يعطيك العافيه، في عندك شاي؟ تكرم عينك، شرفوا شرفوا مأمون بيك. شرف. ميت اهلا وسهلا.